بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. سيد المدير العام المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، السيد رئيس المؤتمر، السادة أصحاب السعادة السفراء، السادة ممثلي السلطات المحلية والبلدية، أيها الحضور الكريم، نلتقي اليوم على هذا الأديم، أديم التراث والآثار، حيث قيمة التراكم التاريخي للإنسان، وحيث رأس مالنا الوفير ثراءً وتنوعًا، حيث أكثر من 10,000 سنة من إعمار هذه الأرض، وحيث آلاف القطع والمنحوتات والمخطوطات والأدوات، وحيث مئات الجبال والمدن والأحواض والغابات، حيث كل أجناس الإعمار البشري والحضاري. إن الآثار تعد الشاهد الحي الأصدق على العطاء الحضاري الإنساني وعلى التراكم التاريخي الوجود البشري، ومن خلال استقراء تلك الآثار واستنطاقها ودراستها قرئ التاريخ البشري. من خلالها أدركنا تفاصيل حياة البابليين بين النهرين، وتقاليد النظام الفرعوني بحوض النيل، ومسار الأبجدية الآرامية، وتاريخ ملكة تدمر زنوبيا، ورحلة أول إنسان مشى على الأرض الإفريقية. إن الآثار هي المختبر الأدق للكشف عن تقاليد الشعوب وعاداتها وثقافاتها ومسيرتها التاريخية وعمرها الحضاري. كانت الآثار دائماً أيها السادة والسيدات أسرع الطرق للكشف عن تفاصيل الحياة الغابرة وحتى عن ألغاز التاريخ، فمن خلال آثار سفينة تيتانيك طلع العالم على كل تفاصيل الغرق، بل وعلى دقائق اللحظات الأخيرة لذلك العالم الذي هوى واختفى بغتة. ولولا عالم الآثار الكيني لما كنا عرفنا أن أول إنسان عاش على هذه الأرض عاش قبل 1,800,000 عام تقريباً، وأنه كان ينتجع على شواطئ وضفاف بحيرة بكينيا. أيها الجمع الكريم، الآثار في عصرنا اليوم واحدة من أهم الثروات الطبيعية والرموز السيادية للبلدان، فبوجودها يتملك البلد أي بلد قناة لا تنضب للتنمية، ووسيلة لا خشونة فيها للتسويق. إنها الطريق السالك والآمن لجلب السياحة ورأس المال وجلب العلماء والباحثين. وقد كانت هذه الأرض، أرض موريتانيا، حسب الوفير من الشواهد التراثية، مهداً للعديد من الحضارات والثقافات منذ 10,000 سنة وربما من قبل ذلك، وقد أضفى موقعها الاستراتيجي قنطرة بين قارات عديدة، تنوعاً وثراءً على منتوج حضاراتها وثقافاتها، حيث تشمل الآثار جل الحضارات المعروفة في السجل التاريخي البشري، ابتداءً من الحضارة الفينيقية وليس انتهاءً بالحضارة الإسلامية، مروراً بحضارات شمال وغرب إفريقيا. أيها الإخوة، أيها الأخوات، أيها المؤتمرون، أيتها المؤتمرات، لم يكن اختيار الغانيين لكم بصالح مركزاً وعاصمةً لإمبراطوريتهم صدفةً عابرةً مطلقاً، تماماً مثل ما كان أن انتقاء المرابطين لأزوغي جاء بعد الكثير من التأني والتروي والمشاورة. إن المدن والغابات والجبال والأحواض والنقوش والمنحوتات والمخطوطات والقطع المعدنية والخزفية والفخارية وغيرها شواهد تحكي عن عمر هذه الحضارات وعن تنوعها وثرائها. أيها الحاضرون المحترمون، لقد كان وعي فخامة رئيس الجمهورية محمد بن الشيخ الغزواني بهذا الإرث الحضاري والثقافي وعياً عميقاً. من هنا كانت تعهداته بشأنه مفصلة وشاملة لا شية فيها، تتجاوز المحافظة عليه وصيانته إلى تنميته وتثمينه عبر مجموعة من الاستراتيجيات والآليات التنموية والفنية والثقافية والإعلامية. وفي هذا السياق وهذا الالتزام تنزلت سياسة الحكومة ممثلة في القطاع المكلف بالثقافة من حيث البعد، فبلورت استراتيجية ثقافية ثلاثية من حيث البعد الزمني، شملت الجانب المتعلق بالمحافظة على التراث الثقافي وصونه، وتوضع الآن اللمسات الأخيرة على الاستراتيجية المتعلقة بتثمين التراث الثقافي. أيها الإخوة، إننا ماضون قدما في تنمية كل مدننا التاريخية من خلال فك عزلتها وتحديث بنيتها التحتية التعليمية والصحية والشبابية. نريدها جالبة ومستقطبة من جديد الساكنة، مثل ما كانت تماما أيام قوافل الملح والحج والتجارة، أيام كانت ودان وشنقيط وتشيت وولاتة، أيام كنا محجة للمستكشفين والتجار وطلاب العلم بل والعلماء. وفي هذا الإطار سيتم خلال مفتتح شريد جنبر بحول الله تنظيم نسخة من مهرجان مدائن التراث، يعمل القطاع بجد على أن تكون رافعة تنموية للمدن وموعدا ثقافيا وفنيا يذكره الذاكرون. أيها الإخوة والأخوات، لن نلو جهدا ومن خلال استراتيجية واعية
وفنيين مختصين في ترميم ما يحتاج الترميم من تراثنا المادي، وصيانة ما يحتاج الصيانة منه وتثمينه كله، بل وصيانة وتثمين تراثنا اللامادي أيضاً. نعمل جادين من أجل خلق ديناميكية علمية وفنية وقانونية لحصر وتسييج هذه الثروة الثقافية والإنسانية العظيمة، فمن خلال حملات بحثية أثرية سنتمكن بكل تأكيد من اكتشاف مزيد الآثار، ومن خلال فنيين محترفين منا وبفضل التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف مع الدول سنتمكن كذلك من صيانة هذه الآثار، وعبر ترسانة قانونية هادفة سنحفظ هذا التراث من أي خطر يهدده. كل ذلك سنقوم به جنب إلى جنب مع القطاعات العمومية المعنية، قطاعات العدل والدفاع والداخلية والتعليم، بما يضمن خطة مكتملة ومتكاملة لحفظ وصيانة وتأمين وحصر التراث الثقافي الموريتاني. ومن أجل ذات الهدف أيضاً وضعنا في الاستراتيجية التعاون وتبادل الخبرات مع كل المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالثقافة والتراث، مثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم، والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ومديرها العام حاضر بيننا مشكوراً، إضافة كل ذلك إلى التعاون مع كل الدول الصديقة والشقيقة والمجاورة في مجال التراث، والتي تشترك معنا أيضاً هذا التراث الإنساني. إذا التعاون متعدد الأطراف والدولي والإقليمي ومع الدول التي تشترك معنا هذا التراث، سنتعاون بإذن الله على التثمين والتعريف والصيانة. أيها الجمع الكريم، كان هذا مجرد ملمح مختصر من واقع ملف تراثنا الثقافي وأفقه في الأمد القريب. صممناه انطلاقا من إكراهات الزمن، لكن طموحنا أكبر من ذلك كثيرا. إننا نطمح على الأمدين المتوسط والبعيد أن نخلق ثروة كبرى في فضاء الثقافة والتراث الثقافي بالذات. نريد أن نضع هذا الإرث العظيم الذي حبانا الله به في مكانته المناسبة وفي سياقه الأنسب. نتمنى ونرجو من الله عز وجل أن يوفقنا في تحقيق ذلك الطموح، وأن يسدد خطانا، وأن يوفقنا في كل الذي يخدم دولتنا ووطننا، إنه نعم المولى ونعم الوجيب. الحضور الموقر لم يعد يخفى على أحد ما يتربص بالآثار من مخاطر، فبالإضافة إلى المخاطر الطبيعية المألوفة مثل التقادم وإشكالية الصيانة والوعي بالأهمية التاريخية، ثمة أيضاً وهو الأخطر عصابات المتاجرة بالآثار التي باتت تهدد تاريخ العالم وإرثه الحضاري. إننا ندعوكم أيها المؤتمرون، بل إن الضمير الجمعوي لحضارتنا يدعوكم لبذل كل ما في وسعكم من أجل رفع تلك التحديات وبسط الأمن والأمان لإرثنا المشترك، وهو موضوع مؤتمركم هذا. لا يكون هذا إلا من خلال القوانين الرادعة فحسب والحراسات المشددة، وإنما يكون أيضاً وهو الأهم من خلال التوعية والتثقيف بأهمية هذا الإرث في كينونتنا وسيرورتنا. إننا نريد أن يأتي اليوم ذلك اليوم الذي تجوب فيه القطع الأثرية العالم وحدها في أمن وأمان. أشكر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومديرها العام وكل المتدخلين في تنظيم هذا المؤتمر. أشكر الذين حضروا، وأشكر الذين أيضاً لم يتمكنوا من الحضور. أرحب بكم أيها المؤتمرون ابتداءً واختتاماً، وأشكر كل من سهر وحرص على سيري وتنظيم هذا المؤتمر، وأثق في نجاح مخرجاته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن بكلمة معالي وزير